فيديو مبكي لديما قند لف وباسم يخور من عزائي وديع جورج والصوف. ديما تنهار وباسم يتدخل. لا يزال رحيل وديع جورج والصوف المفاجئ يشكل صدمة لدى الجمهور بالرغم من مرور أيام على وفاته، لا سيما مع استمرار أيام تقبل العزاء، حيث يقوم عدد كبير من الفنانين بزيارة سلطان الطرب جورج لمواساته برحيل نجله الأكبر وديع. وتصدرت ردات فعل الفنانين الذين حضروا للوقوف إلى جانب جورج حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع الأسى والحزن الكبيرين اللذين ظهرا على أغلب الفنانين تعاطفا مع سلطان الطرب. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو ظهر فيه كل من الممثلة السورية ديما قندلفت وزميلها الفنان السوري باسم يخور اللذان حضرا إلى بلدة كفرون أمس لتقديم واجب العزاء لجورج. وظهرت ديما في الفيديو وهي جالسة إلى جانب السيدة شاليمار شبلي زوجة جورج والصوف الأولى ووالدة الراحل وديع والصوف، حيث بدا على ديما ملامح الحزن والصدمة. من جهة أخرى ظهر الممثل السوري باسم يخور في عدة لقطات مؤثرة، إذ ظهر وهو يصلي بكل خشوع لراحة نفس الراحل وديع والصوف. من جهة أخرى أطلت الممثلة المصرية فيفي عبده من خلال مقطع فيديو وجهت فيه رسالة مؤثرة لسلطان الطرب جورج والصوف بعد وفاة ابنه وديع. وقالت عبده في الفيديو: مش عارفة أقول لكم قد إيه حزني عشان خاطر ابن حبيبنا كلنا، حبيب العالم العربي والأوروبي جورج والصوف. أنا بعزيك في الغالي ابنك وديع يا أبو وديع، معلش كلنا لها. وأضافت عبده: ربنا يديك أنت وأمه وإخواته قد غلوته صبر، والله كلنا قلبنا فيه نار عشانك، والله يا أبو وديع أنت وديته مكان أحسن من اللي إحنا فيه بكتير. حزني عشان خاطر ابن حبيبنا كلنا وحبيب العالم العربي والأوروبي جورج والصوف. أنا بعزيك في الغالي ابنك.